مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الاخر في هذا الصباح الجميل مع تحديات سن الحجائج في مسافته ورحله ال4 كيلومترات. انطلاقه سليمه ورائعه لشوطنا ال23 في تعداد اشواط صباح هذا اليوم، وهو شوط خاص الحجائج الابكار لفئه الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط في هذا التحدي الجميل والرائع. تاتي شامل محمد بن سهيل بن دليلة العامري، يقدم شامه بهذا التقدم وبهذا الانطلاق الجميل والرائع، تليها مع المركز الثاني. ومن الجانب الآخر تابع المركز الثاني من نواب شعار سعيد بن سلطان العرياني، مقدم منوى مع المركز الثاني، تمني نفسه بانتزاع ناموس هذا الشوط. ومع المركز الثالث نتابع المسك لمحمد بن سالم بن نايع الغفري، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع تحديات الدانه بشعار خليفه بن محمد بن زار الخيري، خامسا من الجانب الاخر شعار حمد بن راشد بن غدير الكتبي، يقدم تحديات الشوامخ اللي تسللت بدورها مع المراكز المتقدمة. ومع المركز السادس تصل الشاهينية لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع سلهودة لحمد بن سالم بن سعيد النعيمي. ومع المركز الثامن وصول في هذه اللحظات من الجانب الآخر دانات تصل مع المركز الثامن لمحمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي. ومع المركز التاسع وصول انطلاق فزعة لمبارك بن راشد بن حضيرم الاكتبي. وعاشرا مشاهدينا متابعي الكرام مبروك بشعار سالم بن علي بن خميس العمري، يقدم مبروك مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. ولكن نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، نتابع شامه لمحمد بن سهيل بن دليل العامري، من ينطلق بتحدياتي شامه على الصدارة والبداية والمقدمة، انتصار مع المركز الثاني لمحمد بن سلطان العرياني. ولكن سلهودة القادمة حمد بن سالم بن سعيد النعيمي، ومع المركز الرابع من الجانب الاخر شوامخ حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، ياتي بتحديات شوامخ اللي تسلت بدورها مع المركز الثالث دانات رابعا عن محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي. ومع المركز الخامس المسك بشعار محمد بن سالم بن نايع الغفري، من ياتي بهذا الانطلاق. ومن الجانب الاخر مع المركز السادس شعار احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يعلن تقدم قصائد اللي تسلت بدورها مع المراكز المتقدمه. المركز السابع وصول من العفريت لعبد الله بن ثابت بن غابش الزرعياتي بتحديات العفريت مع المركز السابع. المركز الثامن معزه بشعار علي بن مسهر بن علي الخيلي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمه. ولكن بنعود مع الصداره مع الاتجاه السليم والصحيح الى خط النهايه. شامت بناموس هذا الشوط، ولكن سلهوده تنطلق بناموس هذا الشوط لحمد بن سالم سعيد النعيمي، وشعاره الخطير ايضا من الجانب الاخر معزه قادمه بشعار علي بن مسهر بن علي الخيلي، والانطلاق مع العفريت لعبد الله بن ثابت بن غابش الزرعي. اللحظات الأخيرة ما شاء الله، جولة الأوامر النهائية، التحدي المثير. ولكن معزة في موقع العزة ولكن صد لي معياه القادمة بكل قوة بشعار علي بن سلطان بن ميرين الكتبي. اللحظات الأخيرة والتقدم
متقدم المسافة أحمد بسهيل العيالي يعلن الهجوم، ولكن شعار أبو علي على الصدارة على الصدارة والمقدمة ما شاء الله تبارك الله، مسافة 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 تنطلق في اللحظات الأخيرة لتهدي السلامات لهاني جميرة. تهاني لأحمد بسهيل بن بطل عيالي، المركز الثاني معزة لعلي بن مسفر بن علي الخيلي، المركز الثالث معياه لعلي بن سلطان بن ميرين، المركز الرابع الحذرة لسعيد بن عبد الله الدرعي، المركز الخامس المركز الخامس شعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ومسافة توقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سهيل بن بطي العيالي. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام 5 دقائق 56 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسفر بن علي الخيل. المركز الثالث شعار بن ميرين مع توقيت زمني مقداره 5 دقائق 57 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي.